حكامه ويعز الإسلام ويعز السعودية دار الحرمين وأهل الدار خدامه الدين الإسلام والأحكام شرعية دار بها يعلن المسلم عن إسلامه دار على الحق والتوحيد مبنية وبها رسول الهدى قد سارت أقدامه وانزل عليه الوحي بقدرة إلهية انزل عليه الكتاب وطبق أحكامه قرآن وآخر رسالات سماوية وعرف لنا كلمة التوحيد وأقسامه وبين لنا كيف توحيد الربوبية وشلون ما فخر بداري وارفع أعلامه وأقول احفظك ربي يا وطنية يا جالها من زمان حد هضامه ويعيش فيها على عز ورفاهية أحرار في دارنا ما ينحني هامه إلا الخلاقنا رب البشرية ويا دارنا من نواكب سوء قدامه أبطالنا في ميادين البطولية يبشرنا بالمشوك نكسر عظامه مسكين ما يدري الدار محمية نقصر قياد العدو من بعد درهامه إنا اليمنك وين ننجح الكية درع الوطنية هبيل القلب وحزامه لم دعان يجي لو كان رجلية والله مهم من الخوان وإعلامه لو كان يومه وليلة تدرج الحية يعيش مقهور وقرط على أبهامه العيش ما يستحقه في السعودية.